مساعد؟ ما رح نعرف نشتكي لنا الليلة شوية؟ نعم، خير يا طير. مساء الخير. مساء النور. احترامي سيدي. تفضل 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 لهون سيدي. لا معلش هون منيح. مو سيدي. في عندك موقوف هون اسمه سعيد النايحة؟ كمان انتو طالبينه سيدي؟ انا عم بسألك سؤال جاوب على قد السؤال بس. عندك يا موقوف هون ولا لا؟ نعم عندي سيدي. جيب لي اياه. حاضر سيدي. يا وليد! يا وليد! نعم سيدي. جيب لي سعيد ولا اقول لك انا بجيبه. عن اذنكم سيدي. سيدي شلون بتحبوا قهوتكم؟ أنا بشرب زهورات. شلون بتحبوا زهوراتكم؟ بلا سكر. يا وليد! عفوا يا وليد! جيب لي زهورات بلا سكر. حاضر سيدي. سيدي بتحبوا نعمل له جولة على بساط الريح قبل ما نجيبه لهون؟ ليش؟ سيدي مشان يجي من هنا مستوي. ما في داعي. أمركم سيدي. احترامي. سعيد يا نايحة. اللي آخر شيء تشرف معي. إن شاء الله اقتنعتوا ببراءتي. براءتك على أساس إنك بريء يعني. بشو أحلف لك إني بريء؟ صدقني يا رجلي. هلأ بتعرف وبتترحم على بساط الريح تبعنا. شريف شريف. بساط الريح يا أبو القناحين. بيتنا فين والدايرة فين؟ هيك قط مخبى بجلده. لك والعلي مو مبين عليه. نشاطاتك على كافة الصعد صايرة. استر على حظك بس ما يكون شي شغلة العلاقة بالسياسة. شو بيعرفني؟ انت ابو المفاجأة. لو الشغلة مو كبيرة ما اجوا بالليل مشانك. شرف شرف. الله يستر. اخ يا سيدي. اخ يا سيدي اخ. الريحة بتلعب بأصابيعي. فقفلوا رجلي يا سيدي فقفلوا. تفضل عود تفضل. يكتر خيرك. تركنا لحالنا. حاضر سيدي. وحسوب حساب سعيد بالزهورات. يشرب سم الهاري سيدي. فوق كل شيء عامله بدنا ندلله. ايش مفكر حاله بسويسرا؟ عمل مثل ما عم بقول لك. حاضر سيدي. الله يكتر خيرك. فشيت خلقي يا سيدي. ايه يا سعيد. احكي لي بصراحه شو صار معك؟ هذا يا سيدي الرجل اللي اشتكى عليه اللي طوال الوقت عم يقول هذا هو هذا هو هو عبارة عن نزيل بالأوتيل اللي بشتغل فيه أنا. شوف يا سعيد أنا رح أسألك سؤال وجاوبني عليه بكل صراحة. تأمر أبل سيدي. أنت سرقت ولا ما سرقت؟ بشو بدي أحلف لك أني ما سرقت؟ أنا شريف مشان هيك لساتني فقير. الفقر عم يعضني عض. علم صفاحي بالفقر يا سيدي. شوف يا سعيد أنا رح صدقك هلأ ورح حقق بالموضوع بنفسي. ويا ويلك إذا طلعت سارق. ويا ويل المساعد إذا طلعت بريء. لأني أنا رح أوصلها لفوق. خليني ركبوه على بساط الريح ويجرب شو هذا بساط. بلكي بيحل عن العباد. فقفلوا يا سيدي فقفلوا. بسيطة يا سيد بسيطة. أكل هوا بالمعلقة صاحبنا. شايفه عم يحكي بالحسنة ما عم يأكل هوا؟ لك عم يجيب المنيع مشان يستدرجه. عم يحقق على مستوهات. عنده أساليب بتدوخ. دوخ؟ لك ايه بتخلي الواحد يكر كل شي عنده وهو مبسوط وبالاخير بيبسط لك يا بسطة معترمي مو مثلي ومثلك ما عنا غير بساط الريح. العمى قال لك حط لي القهوة بالغرفة ما هيك؟ نعم سيدي. هو راع الحمام؟ ايه نعم سيدي. ورجع من دون ما يتحمم؟ شلون بدي يتحمم؟ ما انا الاوتيل اللي بشتغل فيه كتير محترم. كل اللي فيه بينزلوا خصوصي مشان يتحمموا. المي السخنة بيفتحوها سوا ما بيبقى مي سخنة. شو بدي لحق الأظهان يا سيدي ليلحق على الناس؟ طيب انت بأي سبب أو بأي طريقة بتعترف وانت ما لك سارق؟ بساط الريح هذا سيدنا. بساط الريح أول ما بيشغلوا الكونتاك وبيقلع فيه هذا ولي 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 وبيبلشوا بقى رجليك بدهم يفقفلوا.
لك بتعترف، بتقول شي بينقال وشي ما بينقال، شي مساوي وشي مالك مساوي، لك بتعترف باكبر جريمه حتى لو مالك عاملها، ولو بساط الريح ابو الجناحين. الدايره فين والبيت فين؟ بدي لاقيها منين ولا منين؟ اخ يا سيدي فقفلوا يا سيدي. ماشي سعيد ماشي، طول بالك. بسيطه يا سعيد بسيطه، ولا يهمك يا ابو سعود. الله حيوك. أنا مواطن فقير بس شريف، وقلت لك الفقر عم يعضني عض، ريحوني بقى يا سيدي، المهم إنكم تقتنعوا ببرادي. اقتنعت؟ لا ما اقتنعت، لأنه ما حدا فات على الغرفة غيرك. يا حبيبي نفس القفلة، صحيح مختلف المقدمات عندي وديبك، بس نفس القفلة. لك يا سيدي أنا فتت لا شفت شنطة ولا طلعت أصلا، كرمال الله خلصوني من هالبلوة اللي أنا فيها، فقفلت كلي يا سيدي. ضيف لي سيد سعيد. كتر خيرك سيدنا. هات يا ابني هات. وين مسدسك يا ابني؟ سيدي كان على الطاولة. سيدي سعيد النايح اللي اخذه، هذا صاحب سوابع يا سيدي. ايه انت؟ بس يا ابني بس. مسدسك موجود بالدرج. استلمه. وتاني مرة ما بتترك مسدسك على الطاولة، فهمت؟ شفت يا سيدي على طول بيسلم لي. كان خلاني اعترف بس انه المسدس انا اللي ساره. ولا يهمك يا سعيد، وينك؟ بعد جيب لي هذا المدعي من الاوتيل بسرعه. حاضر سيدي. وامن لي اثنين عناصر يروحوا برفقتي انا والسيد سعيد مشان نروح نجيب الحقيبه المسروقه. ليش اعترف بالسرقه سيدي؟ من دون ما يعترف على نية. انا من خلال حديثه فهمت كل شيء. راح نروح انا وانت يا سيد سعيد نجيب الحقيبه المسروقه. سيدي بروح معك وين ما بدك، بس مو على بساط الريح. لا ما بدي اعرف ليش كل هالتنظيف. مشان ما يصير معنا مثل لحظه مشان ما يصير معنا مثل امبارح. خليك وقف. اهدى. شو هاد؟ جزدان هويتك وينها؟ بالجزدان عم ضحك علينا. ما معناتها الجزدان وينه؟ بايدك. بايدي. لحظه شوي اشوف. جاوب على كل الاسئله بدي اسالك اياها. شو اسمك؟ فياض. شو؟ كمال الدين. شو اسم ابوك؟ عبد الرحيم. شو اسم امك؟ نوفا. نوفا ولا دور؟ لك نوفا. نوفا خلص. سيك ساعد لك. بتروح بهذا الكوريدور على الاخير بتلاقي الغرفة بوشك. تفضل. ما اعرف لا ستة سلندر ولا ثمانية سلندر. وفولي هون لشو؟ سيد منصور؟ خير ان شاء الله. شو في؟ الله وكيلك مو عاملين شيء؟ مو اخوك اعترف وين مخبي الشنتاي؟ لا شو هالحكي مستحيل. مشان تعرف انه المساعد ما بيتبلى على حدا. لو كان عنده شك 1% 1% انه مو هو اللي سرقها ما كان حجزه عنده. بينه يا اخي. ما بصدق هالحكي حتى لو شفت بعيني. اذا كان اخي سعيد مثل ما عم تقول هو لا اخي ولا بعرفه. لا هي ما حبيتها منك. ها الواحد ما بيصير يتخلى عن اخوه لو مهما صار. يعني صحيح أخوك حرامي بس ما بصير تتخلى عنه يا أخي. ما بصير. إذا طلع عن جد مثل ما عم تحكي إنه حرامي، أنا وكل بيت النايحة متبرين منه، لأنه الشرف عنا أهم شيء. ما اختلفنا يا أخي، بس كمان الواحد له ظروفه. بجوز الرجال على عازي صابته دناوة نفس لما شاف الشنتاي. ما في حدا ما بيغلط. هذا مو غلط، هاي جريمة مستحيل صارحه أنا. بدل ما تقاطعه روح وعي مشان ما يعيدها. أنا وياك نساعد بالموضوع. شلون؟ أنا كل يوم بعمل له فلقة مشان يتوب، وأنت بتهديه مشان الله يهدي سره. ماشي، مشان ما يقول الغريب وقف جنبه وأخوه ما وقف معه. مو إذا اشتكالكم بكرة بتقولوا قسيت عليه، أنا بدي مصلحته. ولا يهمك، اللحمات إلكن والعظمات إلنا. وين صاحب الشنتاي؟ بأي غرفة؟ غرفة 13، اندهلك إلو؟ يكتر خيركم يا سيدي، ويخلي العين السهرة مفتوحة مشان تخدم. هذا واجبنا يا ابني، ما في داعي تشكرنا عليه. نحن واجبنا نحافظ على الأمن ونخلي المواطن ينام وعينه قريرة. تفضل هاي شنتايك. وين لقيته يا سيدي؟ كان مخبيها ببيت أخوه. كتر خيركم يا سيدي كتر خيركم. شف لي المبلغ مزبوط؟ مزبوط سيدي مزبوط. وقع له هون. الله معك. شكرا سيدي شكرا. مع السلامة. الله يديمكم فوق راسنا سيدي. الله يديمكم فوق راسنا.
لكل فايف غلطت وعطيتك شنطايتي بدل شنطايتك. شو هالحكي سيدي؟ لك انت مو حكي بالشكوى انه شنطايتك لونها سودا؟ مزبوط سيدي مزبوط. ما تغزونا سيدي، ما انتبهت، الضوء ضعيف والدنيا ليل، ما انتبهت. تاني مرة بتكتبوا اسماء الضحايا على الشنط، كنا خربطنا مع الرجال. نحن يا سيدي انت بتعرف. بس ولا كلمة. حاضر سيدي. نحن اسفين على الغلط، تفضل عندي. تعال تعال تعال. حاضر سيدي. شوف لي انو شنطاي من بين هدول شنطايتك. هي شنطايتي سيدي، هي شنطايتي سيدي. افتحها لشوف. حاضر سيدي. مزبوطين؟ مزبوطين سيدي مزبوطين. يعني متأكد انه هي شنطايتك معي؟ لسا المصاري بربطتهم سيدي، متأكد مثل ماني شايفك سيدي. تأكد حتى ما نخربط مرة ثانية. سيدي هنن 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 هنن. اي وقعت والله وقعك. زمان احنا عم ندور عليك. أنا؟ الرب صدفة خير من ألف ميعاد. خير سيدي لشو عامل؟ ولك عين تسأل كمان؟ يعني ما بتعرف انه حضرة جنابك عم بتروج عملة مزورة؟ أعوذ بالله سيدي، أكيد في سوء تفاهم. شو عملة مزورة؟ المبلغ أكيد وصل لعندي بالغلط سيدي. بالغلط بيوصلك ألف ألفين مو خمسين ألف. أنت مروج سيدي، داخل على أرضك الشنطاي مولالي مولالي. هلأ تعرفت عليها، لما صار فيها عملة مزورة بطلت إلك؟ سيدي سيدي أنا ما سرق لي شي سيدي، أنا أصلا ما كان عندي شنطاي، ما كان عندي. شلون ما نسرق لك شي؟ والشكوى اللي مقدمها سيدي وقتها ما كان معي مصاري يدفع أجرة الأوتيل. قلت لحالي سيدي بزاي فيه وشي تاني بيسامحوني. ها يا مساعد. نعم سيدي. افتح في ضبط ونظم أقواله وحيله على القضاء بجرم تضليل رجال الأمن. كتر خيرك يا سيدي كتر خيرك. ولك على شو؟ بدي حيلك على القضاء ويوقفوه؟ معلش سيدي معلش، المهم تزوير. الله يبعدنا سيدي الله يبعدنا.